الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات والله عنده حسن الثواب صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، نعزي الإمام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والمراجع العظام والمؤمنين عامة بذكرى استشهاد الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، المعروف بالكاظم لشدة حلمه وتجاوزه وصفحه عن المعتدين عليه، والمشهور بالعبد الصالح لكثرة عبادته وتهجده ومناجاته، والملقب بباب الحوائج لنجح المتوسلين إلى الله تعالى به. لذا نتضرع إلى الله بمحمد وآله الطاهرين وبصاحب المناسبة الأليمة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام أن يمن على مرضانا بالشفاء العاجل، وأن يدفع البلاء والوباء، ونسأله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونتقرب إلى الله بالدعاء المأثور عن الإمام زين العابدين عليه السلام، نقرأه معاً: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله،
وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت، فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم.